مرحبا، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مناح. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو تحدي. جاهزين للتحدي؟ مثل ما وعدناكم لما عملنا انا ومجد فيديو الرسم ولا حقيقه، فحبينا اليوم نرجع نعيده مع مالكو وكريستيانو، وهن لازم يعرفوا هي الرسمه رسم ولا حقيقيه. تمام، هاي هي فكره الفيديو لليوم. هلا رح نبلش ونورجيكم، واللي رح يربح رح يعمل عقوبه غير شكل بالثاني، فكمان انتظروا لاخر الفيديو وشوفوا مين اللي رح يربح وشو عقوبه الثاني. يلا جاهزين؟ وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا تفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا خلونا نبلش. نبلش، بس قبل ما نبلش ليكو جبت معي ورقه وقلم عشان اكتب. هلا هون ماركوس وهون كريستيانو. هلا بدي اشوف كل واحد قد ايه بيحذر، تمام؟ عشان نعرف بالاخير مين بده يعاقب مين. يلا يلا خلونا نبلش. هلا اول رسمه، تمام؟ نبلش. يلا انت وياه، يمين ولا يسار؟ الحقيقيه. اي الحقيقيه؟ يسار. انت بتقول يسار الحقيقيه؟ ايه. وماركو انت شو بتقول؟ كمان يسار. بس اوكي اجس معنا، فيكم تقولوا مثل بعض. كمان يسار. بتقولوا اليسار هي حقيقية. ايه. تمام؟ ايه. طيب لنشوف اي الحقيقية. اليمين هي الحقيقية. غلط يعني انت وياه. اليسار هي رسم طلعت. يا ليش؟ اليسار ليكو رسم مانا حقيقية. كريستيانو مصدوم. ليكو كيف رسموها شفتوا؟ ما شاء الله ليه هذا رسامكم؟ هذا رسام لكم؟ رسام ماهر يعني. يلا هلا تاني وحدة، بسكوت اوريو. يعني هي عشقه لكريستيانو. لأي وحدة حسيتوها رسم هيك مانا حقيقية، مانا اوريو حقيقية؟ هي أنا بحس. هلا ماركو بيقول هي اللي من تحت هي رسم. كريستيانو بيقول هي؟ ايه هي رسم صح؟ ايه. طيب خلونا نشوف. جاهزين؟ ايه. يلا تك 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 تك. هدول كله حقيقي، شفت عم بيزيحوا، يعني عم بيقدر يزيحهم، عم يقدر يزيحهم. زاحة. ييه كريستيانو زاح تبعك. اوه ما حدا ربح. ما حدا ربح، طلعت هي مو الحقيقية. هي نوتيلا. كيف؟ طلعوا كلهم حقيقيين وهي مو حقيقية، طلع حاطتها مثل بس شوكولا هي كمان اوريو. معناته انتوا الاثنين كمان خسرتوا. برافو. اشو هاد يا اشو هاد؟ يلا جاهزين على اللي بعدها؟ ايه. يلا هلا في كورن فليكس، تمام؟ ايه. هلا اي الحقيقية؟ يمين. يسار. يسار حقيقية؟ معنى رسم؟ انت بتقول هي اليسار، تمام؟ ايه. ماركو بتقول اليمين حقيقية؟ ايه. تمام. جاهزين؟ ايه. كريستيانو تبعيتها طلعت رسم. ايه طلعت ورقة. مالكو تبعت طلعت حقيقية. برافو. يلا معلم كريستيانو حطي النجمة. ايه لازم هاي نحط لها نجمة لماركو. يلا كوكي بدنا نجمة لإلك كمان. اوكي؟ ايه. يلا ركز. ايه لأنه باين إنه كرتون ورقة هيك. حسيت إنه ورقة. ايه. ما حسيت. ايه لأنه ماسكين بعض هذيك. يعني أنا فكرت لأنه
إنه لحنا لازم نشوف إنه مو الحقيقي. إنه أي الرسم. بلشنا نغش كأنه. هلا هدول الألعاب الصغار البلاستيك تمام؟ كلهم حقيقيين بس في يمكن وحدة ما أنا حقيقية كمان ممكن تكون سلايم معجون شيء عاملينه على شكل على نفس الشكل. أي اللي بتحسوها هي ما أنا حقيقية يلا عملوا نظرة سريعة هيك. هذا لون اورنج. انت بتقول هاد ماركو؟ انا بقول لي لون اصفر. ايوه هاي؟ ايه اوكي خلونا نشوف. ماما كيف هيك؟ هدول حقيقيين تمام؟ ما عم ينكسروا معه. هزه تبع البلاستيك؟ لا بلا هز هون. لا هلا بنشوف هلا بنشوف. ليك راحت تبعك وراحت تبع ماركو كمان. او ماي جاد يا غشاش. امي مو هو غشاش. هو هي اللعبة يعني. تمام شفتوا قديش في غراض بالبراد؟ ايه. هلا بدنا نعرف مو الحقيقي لانه الحقيقي هنا كله حقيقي، بدنا نعرف شغلة واحدة هي رسم، شو حسيت هو رسم؟ هي الكورة. انا ماركو قلت هي انت. انا بقول هي. ايوه هي؟ لا هي اللي فوقها اللي هون. هي الكولا اللي هون. ايه تمام. ما عندناش ماركر بسيط. لا شوف عندها هدي. ماركو صح؟ صح هي ما انا حقيقية اللي دليت عليها ربحت. اوه يلا هاي نجمة ثانية لماركو. يلا معلش برافو انت كمان شاطر. يلا جاهزين؟ ايه. هلا في عنا هدول السمارتيز تمام؟ ايه. كلهم حقيقيين. ايه. في مثلا ممكن كم حبين ما هم حقيقيين، هن معجون، هن رسم. هلا بنشوف كثير صعبه معكم حق عزمة. بس يلا لنشوف. فيكم مثلا تقولوا لي من فوق من تحت على جنب بالنص. شو بتقول ماركو؟ انا بقول انا مبين علي والله هي الاورانج اللي هون. أنا ماركو بيقول اللي على اليمين، ماركو اللي من جهة اليمين هدول. أنا بقول أوكي. كريستيانو بيقول اللي من فوق على اليسار شوي هدول. لا هاي ايه هاي اوكي يعني. بالنص. خلونا نبلش. ايه بوم 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 ماركو راح؟ ايوه راح. ايه بس عن جد كثير صعبة كانت. ايه كثير. ايه كثير. يلا جاهزين؟ ايه. هلا بما انه مصاري فلازم تعرفوا. لازم تعرفوا. اي الحقيقية واي الكذب؟ اي الرسم يعني؟ اليسار هي الحقيقية. وبثقة، قد ايه بتحب المصاري انت؟ كثير. كثير. والدلع حاطين لي كمان. والله عارفان كمان. يلا هلا كريستيانو قال اليسار وانا بقول اليمين. حظي وحظك اليمين. يلا ماركو اليمين وكريستيانو اليسار. واحد اثنين ثلاثة. كريستيانو كريستيانو انت ربحت. انت ربحت. يس يس على حظي. اوبا اخيرا ربحت. هاي احلى نجمه لكريستيانو. صاروا اثنين لماركو وحده لكريستيانو. يلا هلا باقي لنا كم وحده فلازم تشدوا همتكم وتركزوا كثير منيح لحتى نعرف شو الحقيقه وشو الرسم تمام؟ ايه عشان يعني اللي بيربح عشان هيك بالاخير هو اللي عاقب الثاني. اوكي جاهزين؟ جاهز كوكي؟ ليك شو طلع لك؟ كله بسكوت حبايبي قلبك هدول. انا بقول يلي من فوق يلي على اليمين. انت بتقول هاي السودا. ايه اوكي انا بقول هاي. انت بتقول من تحت على اليسار هاي. ايه. اوكي ايه. طيب تمام يلا مشان ما نطول خلينا نشوف مين الصح ومين الحذر. كريستيانو لا. ماركو انت اللي ربحت. يس. هلا ماركو هو اللي ربح. صاروا ثلاث نجمات وكوكي واحد. يلا جاهزين؟ ايه كريستيانو هلا بنروح نحضر. اي هلا بنروح نحضر. اي رأيي. يلا هلا كل الفريزات حقيقيين، في وحدة بس هي الرسم وحدة. طلعوا هيك نظرة سريعة اي اللي بتحسوها مو ظابطة. عرفت انا. ايوه هي
ايوه هاي انا ماركو قال هاي انا اللي بالنص على اليمين انا قلت هاي كريستيانو قال اللي من فوق تمام هاي اوكي يلا خلونا نشوف انا لقيته لا انت لقيت هديك هي اللي بالنص كانت هي الرسم هاي هي اللي بالنص ما انت كان انت لقيت هاي لا مبلا ليتها الغشاش ما كان حاطه هو ما كان حاطه وانا حطيتها ركزوا منيح ايد البلاي ستيشن تمام اي الحقيقيه منهم هاي اليسار انا اليسار لا انا وياك لا صبرك يا عيني اليسار هي الحقيقية تمام؟ انتوا الاثنين قلتوا اليسار حقيقية برافو انتوا الاثنين يسار حقيقية انا فكرت بالاول مدري ليش اليمين هي الحقيقية ما كتير ركزت هلا بما انكم حزرتوها انتوا الاثنين فما رحت لنجوم خلاص لانه انتوا الاثنين حزرتوها تمام؟ لا عادي حطي لنا نجمة طيب اوكي هاي نجمة لماركو صار ماركو عنده اربع نجمات وهي نجمه لكريستيانو كريستيانو صار عنده نجمتين هلا اخر وحده خذوا نفس حرام هلا اخر وحده هلا من هدول كلهم حقيقيين تمام في وحده بس هي رسم ماركو شو بتقولوا كريستيانو شو بتقول انا بقول علبه نوتيلا انا انتوا الاثنين كمان بتقولوا على البيت النوتيلا طيب يلا خلونا نشوف شو هي الحقيقيه مو الحقيقيه شو هي الرسم برافو ماركو كريستيانو صح حزرتوا يلا حطينا النجمات وانا ربحت يلا لحقنا الى تمام هلا اخر نجمه لماركو اخر نجمه لكريستيانو ليكو حزرت خمسه منهم كريستيانو حزرت ثلاثه برافو كمان منيح كريستيانو لا تزعل عادي كثير الواحد يخسر بالعكس كن متحمس هلا للعقوبه تمام ماركو فكرت شو بدك تعمل شو عندنا كريمه عندنا كريمه خيار هلا شو بدك كريمه خيار كريمه خيار بندوره حاسه العقاب رح يكون هيك شيء سلطه مع كريمه تفضل حبيبي هاي جبنا الكريمه لماركو جبنا له صحن قطعت له خيار وبندوره على طلبه راح اعمل له بوشه يعني منكر يعني مهرج راح تعمل له مهرج متاكد يلا لنشوف ردة فعله لكريستيانو بلش يا حبيبي بلش بلش يا حبيبي ما عم تفتح يلا يي كريستيانو نسيت المشكله حرام يا كوكي هاي نساعد الأستاذ ماركو زي ما بتقول جلس لعصاك شو ما يبقى يلا ادهن له اياهم بس بإيدي أو تجيب المعلقة بإيدك يلا بمعلقة هلا شو مفكره قالب كيك لكوكي يا حرام يا كريستيانو إيدك عن شعره لك شعره يا ماركو على عينه لا تحكي كريستيانو كوكي بتجلس لي راسك هيك كثير كبيرة هاي خذها يا سلام مين هاد طالع بتجنن كريستيانو صوري صورة صوري صورة نزل لك على الانستغرام هلو يلا قوم غسل كريستيانو بعد ما غسل شعراته وغسل وجهه حبيتوا التحدي؟ ان شاء الله انتو كمان تكونوا هيك حبيتوا التحدي وتسليتوا معنا وانطرونا فيديوهات جديدة يلا باي